السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم، عمي مختار. هذه كيو كيو 2010 ماشية 292 الف، موتور مريفيزي جديد. انا شريتها هكذا، السيد قال لي كي بدلت الديمارر توشا واحد الخيوط تاع الطاكيمات، هيا ديتها عند السيد فيريفالها الخيوط. كي فيريفالها الخيوط ريقلهم بعد الطاكيمات، راه هذاك شريت واحد جديد بدلو، عاود نفس المشكل. من بعد نحكم نحى طاكيمتر هذاك، نحاه من بوط فيتاس، قاعد يحرك فيه بيدو، لقوي هذا قاعد يطلع. هي ما على باليش درك المشكلة هذا وراه. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باش تعرف اللي المشكله من البنيو هذه الفوقانيه او الدخلانيه، اش تعمل؟ تجيب حاجه يعني هنا هيك كما هذا المفك الجويد، وتحاول تدورها. اذا كان دارت معاك معناتها هذه واحده منهم مكسره، يا اما اللي راكبه في هذه، يا اما اللي راكبه في عرب السرعه، لان هذه ما لازمهاش تدور. وقت تدور هكا ما لازمهاش تدور. الفينيوم تاع الكونتر او التاكيماتر اللي هي هذه، شفتوها هذه احيانا تبدا مكسره. كي تبدا مكسره ما تعطيكش السرعه نتاع السياره قداش فيها. يجي هنا وريك كاردون. ساعات الفينيوم كونتر كي تبدل التاكيماتر هذه وما تمشيش معاه، وباقي الكونتر ما يمشيش، وتحرك التاكيماتر، تحرك يعني البينيون هذيك بيدك والكونتور يولي يروحش، تحرك معناتها هذه العامل اللي لابس عليها. المشكل تلقاها هنا في هذه، يا اما هذه مكسره اللي هي يدور عليها الكونتور، يا اما البينيون اللي تركب هنا الصغير نتاع التاكيماتر تلقاها اصغر من هذه، ما تمسش فيها باش تدور. هذه تلقاها ما تمسش فيها باش تدور. هذا المشكل تلقاها وين؟ يا اما هذه مكسره وفالته ما تمشيش، ولا سنونها مكسرين، يا اما البنيو الاخرى اللي تركب هنا تلقاها صغيره ما توصلش باش تدورها. هذه البنيو هذه تاع التاكيمتر اللي هي نتاع خيط السرعه. باش تعرف اللي المشكله من البنيو هذه الفوقانيه او الدخلانيه، اش تعمل؟ تجيب حاجه يعني هنا هيك كما هذا المفك الجويد، وتحاول تدورها. اذا كان دارت معاك معناتها هذه واحده منهم مكسره، يا اما اللي راكبه في هذه، يا اما اللي راكبه في عرب السرعه، لان هذه ما لازمهاش تدور. وقت تدور هكا ما لازمهاش تدور. كان حاولت تدور معاك كمثلا راهي فما حاجه مكسره او صغيره، فانت اش تعمل تو المره الاولى تحط هذه في مكانها وتحاول تدورها. كان دارت معاك تفك هذه من مكانها وتطل، يا اما تلقى البنيو الدخلانيه اللي هي يدور عليها الكونتور هذيك مكسره ولا متاكله، والا هذه مكسره ولا صغيره، مش ما تجيش على نفس المكان، تلقاها اصغر من المكان اللي هي باش تدور فيه. هذا المشكله منين فقط. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.